السلام عليكم متابعي قناة كليكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم راح نتكلم عن مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة الرابعة، خلونا نبلش. زي ما قلنا انه في اخر الحلقة الثالثة انه بتيجي رانيا بنت جمال بدها تقابل ناهد ام جبل، وفي بداية الحلقة الرابعة ناهد بتوافق تقابلها، واول لما ناهد وقفت قدام رانيا هنا رانيا طلعت المسدس من شنتتها، وهنا فكروها راح تطلق النار، لكنها اعطت المسدس لناهد وقالت هذا مسدس اخوك جمال خديه عشان يذكرك فيه. وبعدها رانيا بتجلس معهم وبتقول لها معاناتها لما ابوها مات، وانه اجوا الناس اللي كانوا مدينينه مصاري او مقرضينه الاموال بطالبوا بفلوسهم. وبعدها ناهد بتقول لرانيا روحي ارتاحي في غرفة منى. والمشهد اللي بعده بكون جبل قاعد مع ابو علي وبطلب من ابو علي انه يراقب رانيا لحظة بلحظة، وبعدها بقول انه نمر السعيد هو واحد من رجال زيدان وبدهم يهدوا معمل اللبن حتى يبنوا مكانه مصنع مخدرات. وبعدها جبل بقول لأبو علي أنه يخبر صخر أنه يرفض عرض نمر السعيد بأنه يشتري المعمل، ولكن بيقدر يقدم عرض تاني لأنه نمر السعيد بكون عارض على صخر أنه يشتري المعمل. بتتذكروا في الحلقة الثالثة لما عمال المعمل بروحوا على بيت جبل حتى يطالبوا بحقوقهم، وبيجي نمر بقول لهم أنا راح أحل المشكلة. بكون نمر هو اللي محرض على المشكلة لأنه عنده جاسوس في المعمل، وهو اللي قال له يحرض العمال على صخر حتى يروح يطالبوا بحقوقهم. وبعدها نمر بعرض على صخر يشتري المعمل حتى يسيطر على المعمل ويحوله مصنع مخدرات. هذه كانت خطة نمر السعيد، ولكن زي ما قلت انه جبل قال لأبو علي يخبر صخر يرفض عرض نمر السعيد في بيع المعمل لأنه جبل فاهم كل اشي. الآن في المشهد اللي بعده نمر السعيد بطلب من جاسوسه اللي في معمل اللبن تأجير الاحتجاجات ضد صخر عشان صخر يستسلم ويبيعوا المعمل، ولكن في عمال تانيين بالمعمل برفضوا انهم يعملوا فوضى وبطردوا جاسوس نمر. وفي المشهد اللي بعده نمر بروح على قبر ابوه المقتول وبتكلم انه ابوه انقتل وهو لسه في بطن امه. وفي هذه اللحظة كان جبل براقب في نمر السعيد من بعيد، ولما راح نمر من عند القبر جبل راح لعند القبر ومسح على راس القبر حتى يقرأ اسم صاحب القبر. هذا كان فيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو ودعمنا باشتراك في القناة. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام عليكم. I'ma take you to an island. All I really need is timing. Mix a little Tanqueray with your love. Got me feeling all warm.